الاعتزال. لا 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 لا
كرة بالتليفون بالتليفون. هنالك نقاشات حادة الآن بين اللاعبين. يمرر الكرة. دي كرات زاحفة أرضية. كرة بالميلي. والعارف بكل امتياز بكل الامتياز. تقدير زمني وقراءة فنية ممتازة للحارس. التواصل بسرعة والعارف بكل امتياز. هذا اللاعب والعارف بكل امتياز. انقاذ بارع في هذا الزمان. هو الفنان. اي 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 ممتاز جدا. هدفان لصفر مشاهدينا الكرام. بكرات زاحفة أرضية لكن بعيدة. ترجع من جديد. والعارف بكل امتياز. وهو العائد من إصابة مشاهدينا متابعينا. ربع الساعة منذ بداية المباراة. يوسع محاولة التدرج بالكرة. التواصل بسرعة. شوف التدخل. شوف قوي جدا. تحركات مستمرة. يوزع الكرة الى المنطقة. كرة ممتازة. بكرات زاحفة أرضية. انتظار انتظار هبوب العاصفة. كرة ممتازة. وسط رياس الدار. شغل الكرة داخل الدار. في كل لحظة تمر في كل دقيقة تعدي إلا وهنالك التحدي. هنالك أهداف قادمة تطبخ على نار هادئة. بسرعة طلع. إذا متابعة الركنية. إذا الإصابة نتمنى أن لا تكون كذلك اضطرارية بالمغادرة. ماذا يحدث في داخل منطقة الجزاء؟ المرة الثانية يقع الالتحام. كرة بالتليفون بالتليفون. بكرات زاحفة أرضية. تقدير زمني وقراءة فنية ممتازة للحارس. لم تمثل مشكلة بالنسبة للحارس. لولا تعلق واضح ممتاز من الحارس. أدريانو.
يرجع من جديد. كرات قصيرة عرضية بلغة الأكاديمية. كرة سريعة. الحكم ماذا يقول؟ كرة بالتليفون بالتليفون. ماسك بزمام الأمور. يطلب الجميع بالتقدم. أمامكم التوقيت مشاهدينا متابعينا، 40 دقيقة لعب. تركيز كلي داخل منطقة الجزاء. تمشي كرة سريعة. التواصل بسرعة. وسط رياسة الدار، إن شاء الله الكرة داخل الدار. كرة سريعة. التواصل بسرعة. في كرات زاحفة أرضية. هذا اعتداء واضح واضح. يطلق الحكم الصافرة ليعلن نهاية الشوط الأول. النتيجة الآن 1-0. فرصة خطيرة بكرات زاحفة أرضية. كرة سريعة. وقف الحارس بالمرساد وكان لها في الميعاد. بكرات زاحفة أرضية لم تمثل مشكلة بالنسبة للحارس. أوه خطيرة جدا جدا. غزال. رائعة جدا. لا 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 لا، ما هذا الرتم؟ ما هذه اللياقة البدنية؟ ما هذه الجاهزية؟ والكرة تدور مليح. متعوزة. ترجع من جديد. كما يقول ضربة مرمى. المباراة لم تباح بكامل أسرارها، ما زلنا ننتظر المزيد والمزيد. أوه الخطر الخطر ولا شيء غير الخطر. كرات قصيرة عرضية بلغة الأكاديمية. كرة بالتليفون بالتليفون. ينتظر يرتقب. تركيز. هل يضع الكرة في الشباك؟ بكرات زاحفة أرضية. في اللحظة الأخيرة ينقذ الموقف. طبعا نترك الأمور التحكيمية لخبيرنا التحكيمي الكابتن محمد فوق. كرة بالتليفون بالتليفون. هات المخالفة. هات
والكرة تدور مليح. تحركات مستمرة والكرة تدور مليح. العرضية الطويلة خارج الميدان بدون عنوان. مستحيل مستحيل، وكأنه أغمض العينين وضاعت الكرة. ضاعت، ممتازة الكرة. واحدة واحدة، كرة بالتليفون بالتليفون، كرة بالتليفون بالتليفون، والكرة تدور مليح. والركنية متاع وساع، في انتظار أن تهتز الشباك من جديد. والكرة تدور مليح، والحارس بكل امتياز. كوكي هدف من ضد المرمى، والكرة تدور مليح. سيأتي على طول بالحمراء، على طول. كرات زاحفة أرضية إذن مشاهدينا متابعينا، سنتابع أول سيناريو. ضربة جزاء أشهر من خلالها ورقة حمراء. رافائيل أشتم التعديل، أشتم التعديل. كرات قصيرة أرضية بلغة الأكاديمية، كرة بدون عنوان خارج الميدان. وقف الحارس بالمرصاد وكان لها في الميعاد. استلمت الجرة في هذه المرة. يا سلام على حارس الأمام. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. كرة بالميني ترجع من جديد. والكرة تدور مليح. أكيد مشاهدينا الكرام نعيش الآن أوقات صعبة على الفريقين. والحكم جول، ولا خايف على الفريق اليوم لا يرجع في هزيمة ثقيلة ثقيلة كما لم يعرفها أبدا. يشعلها يلهمها، وبكل تأكيد لن تعرف هذه المباراة هذه الشاكلة. كرات قصيرة أرضية بلغة الأكاديمية، والحارس بكل امتياز. سيأتي على طول بالحمراء. استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون قدرة على الاختراق. كرة بتمهيد ترجع من جديد.
تنطلق الصافرة، انتهت المباراة.